السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله جبت لكم الطريقه ديال الشباكيه على شكل بريوات معمره بالعقده ديال اللوز. واحد الطريقه جديده وزوينه بزاف راقيه، اول مره غادي تشوفوا هذه الطريقه هذه اللي مازال ما دارش الشباكيه. هاد الصراحه هذه جات معطله، ولكن معليش اللي مازالها ما دارت الشباكيه تحاول انها دير واحد شويه من الشباكيه، تخرج منها هاد البريوات هادو بلا ورقه بلا حتى حاجه غير من الشباكيه، تحصل على واحد البريوات اللي راقين بزاف. كيف ما قلت لكم هاد الفيديو راه كنت سجلته هذه اكثر من 10 ايام، ولكن ما كتبليش نحطو معاكم في الوقت المناسب باش اللي كان بزاف ديال الناس ما داروش الشباكيه، لان كان الاب ديال الزوج ديالي مات الله يرحمه ويوسع عليه. معليش اليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم، لان باقي بزاف ديال الناس ما داروش الشباكيه. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. الا كنتوا اول مره شفتوا القناه ديالي وعجبتكم اشتركوا مع تفعيل الجرس باش دائما تبقاو تواصلوا بالجديد. ويلا نمشيو للمقادير. عندي واحد 500 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفرينه، غادي نحتاجوا ليه جوج ديال المعالق كبار مطحونين ديال النافع وحبة حلاوة. انا وضعتهم في الصفايه ضروري من نغربلوهم، طحنتهم عاد باش عبرت واحد جوج ديال المعالق كبار. غادي نحتاجو نص كاس ديال الزنجلان، راه ما محمر ما حتى حاجه، ما نحمروش باش ما تجيناش المروريه في الشباكيه، لان مازال غادي تقلى وغادي يتكرمل. عندي هذا اللوز حتى هو مطحون مزيان، خاص يكونوا رطب مزيان باش ما نحصلوش على داك هكا الكتل في العجين ديالنا بقى كيتقطع لينا. عندي نص كاس ديال الزبده، وعندي كاس الا ربع ديال الماء العادي. غادي نوضع عليه المزهر، نحاول انني نكمل الكاس بالمزهر، واحد جوج معالق ولا ثلاثه كبار ديال المزهر. مهم بزاف ديال الناس ما كيحبوش ديك الريحه ديال المزهر قويه. غادي نحط على الزبده نص كاس ديال الزيت، يعني عندي كاس مخلط ما بين الزبده والزيت. غادي هاد الماء هذا نحط فيه واحد القريصه ديال الملون الاصفر، ممكن لكم ديروا زعفران الشعري الا كان متوفر عندكم، ممكن لكم ديروا حتى شويه ديال الخرقوم، المهم حسب اللون. عندي هنا صفار بيضه والبياض احتفظت به اللي غادي نلصق به البريوات ديالي في الاخير. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الخل. غادي نمشيو باش غادي نصفيو هذا النافع والبسباس، نحاول انني نصفيهم بواحد الصفايه اللي كتكون رقيقه كيف ما قلت لكم باش ما تقطعش لينا العجينه. اللوز عندنا مطحون ما مقلي ما حتى حاجه، غير مقشر، وحتى الزنجلان ما محمر ما حتى حاجه باش ما تجيناش الشباكيه ديالنا مره فاش نقليوها. حطيت داك الماء عليه، ديك الصفار ديال البيضه وداك الخل مع داك الماء، خلطهم مزيان. وغادي نبدي نحاول انني نرمل هذا الدقيق ديالي حتى ما يبقاليش داك الكتل ديال الزنجلان واللوز. نحاول انني نحط الزبده والزيت ونبقى كنرمل فيها حتى غادي نحس انني لبست الخليط ديالي مزيان بالزبده. هذه العمليه نعطيوها الوقت مزيان، ما نخليوش الكتل ديال الزنجلان واللوز، وصافي. وغادي نبدي نجمع بهذا الخليط ديال الصفار ديال البيضه والملون الاصطناعي ولهذا والماء الزهر. نحاول انني نجمع العجينه ديالي، ما نديرهاش قاسحه بزاف وما نديرهاش مطلوقه بزاف. كيف ما غادي تشوفوا معايا انا غادي تدي لي كامل هذا الماء، يعني جات معايا نيشان، وداك الشيء حسب الدقيق ديالكم واش كيتشرب ولا لا، ممكن اكثر وممكن اقل. صافي بحال هكذا، صافي انايا دات لي كامل داك الخليط ديالي. غادي نحاول انني نجيب واحد البلاستيك فاش غادي ترطب ونقطعها على الدورات اللي حبيت انا، سواء كانت كبيره ولا صغيره. خليها هكا كترتاح واحد 20 دقيقه. نمشيو باش نوجدوا العقده ديالنا. عندي هنا كاس ديال اللوز مطحون، ممكن اللي نديرو بالقشور ديالو، يعني دكنتو مزيان. انايا هنايا عندي كاس ديال اللوز، عندي 4 كاس ديال السكر سنيده، وعندي القرفه، عندي ماء الزهر هنايا اللي غادي نخلط به. انا ما وضعتش القرفه في العجين لانني غادي نوضعها في العقده، وممكن لكم ديروا حتى واحد المعلقه كبيره ديال القرفه من الاول مع الدقيق والنافع والبسباس. غادي نوضع اللوز ونوضع السكر. انا هنايا درت غير نصف الكميه ديال العقده، لان باغيه ندير العجين ديالي نصو شباكيه ونصو بريوات. نتوما الا بغيتو ديروها كلها بريوات ضاعفوا المقادير ديال هاد العقده هذه. صافي غادي نخلط النواشف بحال هكذا، وغادي نبدي نجمع بماء الزهر. ماء الزهر غير بشويه بالنسبه للمبتدئات، راه الا كثرنا بزاف يعني مشيو غير بمعلقه بمعلقه، الا كثرنا بزاف غادي نحصلوا على هذا على الخليط ديالنا ولا العقده ديالنا سائله، وغادي نبقاو نضطروا اننا نزيدوا في اللوز نزيدوا في السكر، لان داك السكر كيطلق مع الماء وكيعجل لينا هذا
اللوز هذا. المهم نحاولوا اننا نحصلوا عليها على شكل كره بحال هكذا. غادي نحاول ندير بها شكل كرات صغار بحال هكا، المهم حسب البريوه اللي بغينا ندير نديروها كبيره. الا بغينا نديروا البريوه ديالنا صغيره انا غادي نديرهم صغار، داكشي علاش غادي ندير الكرات صغار. غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه وغادي ان شاء الله نمشيو باش غادي نسرحوا العجين ديالنا بعد ما ارتاح شويه. هادو هما الكرات، غادي نوضحهم على جنب وغادي نبداو نحلو في العجين ديالنا بحال هكا. في الاول نحلوهم هكا بالمدلك، اللي عنده الماشينه ممكن له يحلهم في الماشينه، واللي ما عندوش غادي يحلهم غير في المدلك. راهم مرتاحوا مزيان وغادي تحلو لكم بواحد السهوله. انا غادي نحاول انني نحلهم في الماشينه باش نسهل عليا الخدمه. في الاول كنحلهم هكا بشكل يكون شويه غليظ، وفي المره الثانيه غادي نحلهم بالشكل اللي غادي نخدم به، يعني اللي هو الشكل الرقيق. انا وجدت قدامي بعض الاشرطه اللي غادي نخدم بهم، وانتم ممكن لكم ديروا غير بالمدلك كيف ما قلت لكم، راه كتحل بواحد السهوله هاد العجينه هادي وكتكون هشيشه، يعني الا ما حاولتوش عليها غتبقى كتفرتس لكم. بالنسبه للناس اللي ما بغاوهاش تجي هشيشه ممكن لهم يحيدوا داك الصفر ديال البيض، يعني استغناو عليه. صافي غادي نبدي نقطع بالجراره، يعني كتجي واحد الشباكيه اللي هي هشيشه بزاف وزوينه بزاف هي درتو بها الشباكيه. انا كنقطع هكا شكل شويه مائل باش غادي تجيني البريوه ديالي سهله. بالنسبه للمبتدئه ترى هذه الطريقه سهله انكم ديروا البريوات، دائما كتقطعوا بشكل مائل باش هكذا تمشي لكم البريوه زوينه ومقاده. صافي غادي نثني على ثلاثه د المرات ماشي كثر، ومن الاحسن ان العجينه تكون رقيقه باش القلي يعني تخلينا حتى لداخل وتجينا البريوه ديالنا مقرمشه وزوينه. هكا كنحصلوا على المثلث ديالنا. غادي نعاود معكم مره اخرى. صافي غادي نجيب العجين ديالي بحال هكا، نحط العقده وكنبدي ندير هذه الطريقه هذه، كنشد القنوطه بحال هكذا ونحاول ان راه العجينه طريه بزاف بحال هكذا. انا هنا مازال راه غادي نلصقهم في الاخير ببياض البيض، ما تنساوش يعني الا بغيتو ديروهم لصقوهم ببياض البيض. راه الا ما لصقوش ببياض البيض راه غادي تحلوا لكم في الزيت، واخا يباتوا واخا ينشفوا يعني بانوا لكم راه ما غاديش يتحلوا، ولكن في الزيت يتحلوا لكم 100% الا ما درتوش البياض ديال البيض في هذا. يعني الا كان عندكم معاونه نتوما كتثنيو واحد كيلصق بالبياض ديال البيض، باش هكا ما توسخوش هكا الاصابع ديالكم وانتم كتعملوا هكا البريوات. ولا ما كاش عندكم العوين غتخليو حتى الاخر وغتبداو تلصقوهم كيف ما غادي نلصقهم هنا. انا صافي غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه وغادي نلصقهم بالبياض ديال البيض باش ما غاديش يتحلوا ليا. نمشيو للزيت ديالنا، عندي هنا الزيت سخونه وزيره فواحد الكاسروله من الاحسن كتكون هكا باش غادي يغرقوا مزيان. وعندي هنا العسل، العسل ضروري دائما كنقولوا ان العسل خاصها تكون قاصحه باش نطفيو فيها الشباكيه ولا البريوات ديالنا تشرب مزيان، يعني ما تجيش غير بحال السيرو. السر ديال العسل انها تلصق في هكا في البريوات ولا في الشباكيه خاصها تكون قاسحه. صافي انا هنايا من بعد ما لصقت البريوات ديالي كنأكد لكم راه واخا ما سجلتش معكم هذاك المقطع راه لصقتهم مزيان بالبياض ديال البيض، يعني ديك القنت التالي لصقته بالبياض. غادي نبدي نرميهم في الزيت وهو سخون، ما خصناش نسخنوا الزيت حتى يبدي كيطلع منه البخار، يعني نسخنوا الزيت عادي ونبداو نقصوا على النار شويه ردوها مهيله ونبداو كنقليو البريوات ديالنا غير على المهل ديالهم، ما نديرو لهمش النار قويه تيبقاو كيتحرقوا لينا من الفوق والداخل ما يبقاوش طايبين. المهم كنحصلوا عليهم بحال هكا، انا دايره لهم هنا النار متوسطه وكنبدي كنخلطهم بعد ما كيبقاو قابضين راسهم كنبقى نخلطهم بحال هكا الطريقه اللي كنديروا الشباكيه. المهم نفس الطريقه ولا كيف ما كنديروا البريوات دائما كنقليهم، بقى كنخلطهم هكذا حتى غادي ياخذوا ليا اللون. غادي نصفيهم ونحطهم مباشره على العسل. العسله راه ما مسخناها حتى حاجه، غادي تسخن غير بالحراره ديال البريوات ديالي. صافي غادي نكملوا الطريقه ديالنا بعد ما غادي نصفيهم ونحطهم في العسل وكنحط عليهم هكا العسل كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنا كتقليت واحد الكميه اللي هي كبيره. صافي وغادي نصفيهم وغادي نتلاقاو ان شاء الله في الطبق ديال التقديم. هادو هما البريوات ديالنا كيف ما كتشوفوا انايا مباشره من بعد ما قطرتهم العسل، يعني خليتهم في العسل واحد 20 دقيقه باش يتشربوا ليا مزيان، ما نخطفوهمش من العسل باش يتشربوا لينا العسل. زينتهم بزنجلان مباشره من بعد ما صفيتهم بالعسل باش تلصق، لان الا خليناهم تنشفوا ما غاديش يلصق لينا زنجلان. وهكا زينتهم بالورود الخاصه بالاكل، كيعطيهم واحد المنظر زوين وراقي. يعني الا كان عندكم هذا الورد ما تستغناوش عليه، خصوصا هكا في
هكا في العيادي ولا هكا في الافطار هكا، مين فاش يجيو عندكم الضيوف ولا راه كيجيو زوينين بزاف بهاد الورود هادو، كيجيو ولداد ومقرمشين وهذوك، كتكون كفكره الناس اللي مازالها ما دارتش الشباكيه تخرج واحد شويه ديال العجين تعمر به البريوات وتستغنى على هذاك الورقه اللي كنجيبو من برا، لان كيجيو ألد منها وكيجيو ولداد بزاف وراقيين. نتمنى تعجبكم الوصفه، تشاركوها مع ناسكم وحبايبكم، الا كنتو اول مره تشوفوا القناه تشتركوا مع تفعيل الجرس باش دائما تبقاو تواصلوا بالجديد. الا عجبكم الفيديو ديالي خليو ليا لايك، كتجي معلكه وزوينه بزاف. الا بغيتو ديروا اللوز يعني مقلي وبيه بالقشر ديالو راه كتجي الاد وزوينه عادله، ما نديرو غير هكا العقده بيضه. نتمنى تعجبكم الوصفه، ما تخليوهاش واقفه عندكم، شاركوها مع ناسكم وحبابكم، والسلام عليكم ورحمه الله.